نرجو من فضيلة الشيخ أن يزودنا بتفسير كامل عن الطمث والحيض والنفاس وما هو الفرق بينهما وما هي كيفية طهارة المرأة بعد الولادة وهل عليها قضاء صلاة خلال فترة ولادتها 40 يوما. جزاكم الله خيرا. الحيض معروف وهو الدم، دم طبيعة وجبلة ينزل على المرأة في أيام معتادة، هذا هو الحيض، وتترك من أجله الصيام والصلاة، ولا يجوز لزوجها أن جامعها في الفرج وهي حائض، ولا يجوز له أن يطلقها وهي حائض. وكذلك النفاس هو الدم الذي ترفيه الرحم بسبب الولادة ولا حد لأقله، وأكثره 40 يوما. فتترك من أجله الصلاة والصيام، ويحرم فيه ما يحرم في الحيض، يحرم فيه ما يحرم في الحيض. وإن انقطع الدم قبل 40 فإنها تغتسل وتصوم وتصلي، فإن عاودها الدم قبل 40 فإنها تجلس، وما صامته وصلته في فترة الطهر المتخلل فهو صحيح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما كان عن الطمث؟ الطمث لا أدري ما معناه، إلا إن كان أنه الجماع، لم يطمثهن إنس قبله ولا جان، يعني الجماع واحتضاض البكارة. نعم. الله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.